الأهرام. الأهلي يختار 22 لاعب لموجة وفاق سطيف في الجزائر، فاروق رئيسا للبعثة، ويوسف هدفنا اللقب الأفريقي والعودة لمونديال الأندية. أخبار اليوم. الحلم الأفريقي يقترب، الأهلي يطير للجزائر غدا ويحشد أسلحته لمواجهة وفاق سطيف الحاسمة. كارتيرون التحديات صعبة ولكننا جاهزون للوصول للمباراة النهائية. الجمهورية. إعلان الراعي الجديد اليوم بعد الوفاق مؤمن يجدد للأهلي رسميا. الأخبار المسائية. كارتيرون يكسر الروتين في الأهلي الأحمر، يدرس وفاق سطيف واجتماع مهم لمجلس الإدارة. الأهرام المسائي. الأهلي يفرض الانضباط. المساء. كارتيرون يكشر عن أنيابه غرامة 200 ألف جنيه عقوبة المقصرين في الأهلي. المدير الفني لا وقت للدلع. عبور سطيف مهمتنا من أجل التأهل للنهائي. من استاد القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية. الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وتلعب تاني طاهر ابو زيد ايمن شوقي. ايمن شوقي يجيب الجول الثاني في الدقيقه. ومن اهم المنشطات الخاصه بالنادي الاهلي على الجرايد نروح لاهم التفاصيل. الاهرام قالت ان استقرت اداره النادي الاهلي على تكليف العامر الفاروق نائب رئيس النادي الاهلي برئاسه بعثه فريق الكره في النادي الاهلي في طبعا رحله الجزائر اللي هتبدا بكره استعدادا لمواجهه وفاق سطيف في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر ليها مساء يوم الثلاثاء اللي جاي في ملعب 8 مايو في مدينه سطيف. بدا فاروق على الفور في اجراء العديد من الاتصالات سواء مع محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره او مع المهندس سمير العدلي المدير الاداري الموجود دلوقتي في الجزائر او يمكن بقاله هناك 24 ساعه عشان ينهي كل الاشياء اللي بتخص حجز الفندق وكمان تسكين اللعيبه في الغرف وملاعب التدريب. وكمان اطمن عمرو فاروق على كل الترتيبات الخاصه باستقبال البعثه في الجزائر وتنقلاتها من والى المطار وكمان توفير اقصى درجات الراحه للعيبه قبل المواجهه. اكد كمان محمد يوسف ان الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون حرص على مشاهده العديد من مباريات الفريق الجزائري الاخيره للاستعداد لمواجهه العوده وقال ان في حاله من التركيز الشديد من جانب اللعيبه عشان يقدروا يتخطوا عقبه الفريق الجزائري ويحجزوا بطاقه التاهل للدور النهائي. كمان الجمهورية قالت ان استقر المسؤولين في النادي الاهلي على توقيع العقد الجديد مع مؤمن زكريا لاعب الفريق بعد الرجوع من الجزائر وانتهائه من مباراة وفاق سطيف الجزائري في اياب المربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا. وكان النادي الاهلي وصل لمرحلة متقدمة جدا من المفاوضات مع اللاعب واتفق الطرفين بشكل شبه نهائي على تجديد العقد. في نفس الوقت رفض مسؤولين النادي الاهلي انهم يعلقوا على كل اللي بيتقال من وجود عرض صيني مغري في الطريق للاعب واكدوا دلوقتي ان مفيش اي عرض رسمي وصل للنادي الاهلي او حتى اتصالات شفهيه من اي نادي اخر. ومن اهم منشطات الجرايد نروح لاهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي لكن في مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي. الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل السفر للجزائر. العمري فاروق رئيس لبعثة الأهلي في الجزائر. استبعاد مؤمن زكريا من قائمة لقاء العودة أمام وفاق سطيف. يلا كورة. طبيب الأهلي يوضح ليلا كورة حجم إصابة أحمد فتحي. في الجول. الأهلي لا نشغل بالنا بأي شيء سوى لقاء سطيف ورسالة للاعبين. فيتو. الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا لمواجهة وفاق سطيف.
بوابة الوفد، إيقاف ميران الأهلي وتدريبات بدنية وتكتيكية قوية للاعبين. موقع المصري اليوم، محمد يوسف: درسنا وفاق سطيف جيدا ونهدف لتمثيل القارة في كأس العالم للأندية. بوابة الأهرام، نجيب وأجاي يواصلان التأهيل في الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: رجال يد الأهلي يستعد لريد ستار في بطولة أفريقيا.